النهارده كلمت الكابتن شطه على التليفون رئيس اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي وسالت سؤال. كابتن شطه، النادي الاهلي اتحسب له الافرو اسيوي كبطوله، اتحسب له الافرو اسيوي كبطوله، رغم ان ما تم الاعلان عن نادي القرن واللي كان بينافس ساعتها فرقتين من مصر الاهلي والزمالك، لم يعترف من قبل الكاف الاتحاد الافريقي بقيادة عيسى حياته ببطولة الافرو اسيوية، وقيل في ذاك الوقت انها بطولة شرفية ولن يتم احتساب اي نقاط عليها. ده الاتحاد الافريقي. طب معايا الزميل الاعلامي خالد طلعت. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام، مبروك على مدار جديد. ربنا يخليك. قول لي ايه، قول لي ايه القصه وبعد كده نتكلم انا وانت. اتفضل. لا، القصه طبعا غريبه جدا يا كابتن خالد. يمكن الاتحاد الافريقي يمكن طلع بنفسه الدليل على مجاملته للنادي الاهلي. يمكن من 14 سنه تقريبا، سنه 2000 تم اختيار النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي ببعض الحسابات كده المفبركه عشان يطلعوا النادي الاهلي هو نادي القرن. يعني لو اتحسبت بالبطولات كان مفترض ان الزمالك هو اللي يكون نادي القرن. لو اتحسبت ساعتها نادي القرن بالاكثر تتويجا كان هيبقى بالظبط الزمالك. الزمالك هو نادي القرن الافريقي بالظبط. النقطه الثانيه المهمه، حتى الحسابات اللي حسبوها كانت حسابات غريبه وغير منطقيه، ابرزها ان هم ساووا نقاط ما بين بطوله دوري ابطال افريقيا مع بطوله ابطال الكؤوس. يعني ثلاث نقاط هنا وثلاث نقاط، الاثنين زي يعني بطل الكاس زي بطل الدوري، مش مفرقين مين الافضل يعني. أربعة هنا وأربعة هنا تقريبا. رغم أنه طبعا بطولة أبطال الدوري أقوى بكتير وبيشارك فيها الفرق اللي هي بتكون بطلة في بلادها، بطلة الدوري، بتبقى فرق قوية. أبطال الكؤوس طبعا أنت عارف بيبقى فيها مفاجآت، يعني مرة المقاولين كان درجة ثانية وفاز بكأس مصر، فبالتالي بيبقى فرق أقل فنيا. رغم كده ساووا ما بين البطولتين. لا، هو كمان الدليل على ده إن الاتحاد الأفريقي كان بيلعب كأس السوبر على أرض بطل الدوري، فده اعتراف بإن بطولة الدوري هي الأقوى. الدليل الاكبر ان بطل دوري ابطال افريقيا هو اللي بيلعب في كاس العالم للانديه، مش بطل الكلاسيكو ولا الكونفدراليه. فهو بالتالي هو فعلا بيكون بطل القاره، هو بطل بطوله دوري الابطال، فكان مفترض ان هي تاخد وات ايفر. لكن ايه اللي حصل دلوقتي بقى اللي انا بتكلم فيه الافرو اسيوي؟ النقطه بالظبط هي النقطه المهمه برضه، ان اكمل لك في سنه 2000 برضه في اختيار نادي القرن لم يتم اكتساب البطوله الافرو اسيويه. كان الزمالك واخدها مرتين والاهلي كان واخدها مره واحده. كان برضه مفترض ان هي كبطوله رسميه ان هي تاخد عليها نقاط، ودي كانت طبعا هتصب في مصلحه فريق الزمالك، لكن الكاف وقتها ما حسبهاش. ويمكن انا حتى كنت كتبت مقاله في التويت على موقع في الجول من حوالي 12 سنه وقلت فيها ان كان لازم الافرو اسيويه تتحسب. مسؤولي نادي الزمالك بعد كده بحثوا الموضوع ده مع مسؤول الكاف، قالوا الكاف ردوا عليهم قالوا لهم لا، البطوله الافرو اسيويه دي بطوله وديه، بطوله غير رسميه وغير محتسبه من قبل الاتحاد الدولي الفيفا، فبالتالي لم تحتسب نقاطها في تصنيف نادي القرن. ده اللي حصل طبعا سنه 2014 سنه. بعد مرور 14 سنه يمكن الاتحاد الافريقي وضع بنفسه دليل ادانته، ان هو نزل بيان رسمي امبارح على موقعه الرسمي وقال فيه ان الاهلي اصبح اكثر نادي في العالم يتوج بالبطولات، واحتسب للنادي الاهلي 19 بطوله، وكانت المفاجاه ان هو ادرك ضمن البطولات دي بطوله كاس الافرو اسيويه، قال ان هي بطوله دوليه ومعتمده ومحتسبه للنادي الاهلي، على عكس كلامهم اللي قالوه في سنه 2000 طبعا. وبالتالي هم كده يعني حبوا يجاملوا الاهلي مره ثانيه باعتباره اكثر نادي واخد بطولات في العالم، فجاملوه، بس جت على حساب بقى المجامله الاولانيه، واتكشفت ان هي فعلا كانت مجامله فجه للنادي الاهلي. يعني زي ما اقول كده، يمكن في الممثل محمد صبحي قال ليه جمله شهيره كده كوميديه، بيقول لك متآمر واهبل. فهو فعلا الاتحاد الافريقي واثبت بالبيان اللي نزله امبارح ده ان هو متآمر واهبل. شكرا زميل خالد طلعت. هنا يا جماعه عايزين الناس اللي بتفرجنا، مش ضد ان النادي الاهلي يكون اكثر تتويجا، ده شرف لينا كلنا كمصريين وشرف لكل المصريين ان يكون نادي مصري في قيمة النادي الاهلي يكون الاكثر تتويجا في العالم ويحط الشعار ده على التيشيرت بتاعته. ولكن هنا السؤال لمعايير الكاف الغريبة جدا، يعني معايير الكاف بقت غريبة على حسب الهوى، على حسب دماغ مصطفى مراد فهمي، على حسب دماغ عيسى حياته، على حسب دماغ العاملين في الاتحاد الافريقي. حاجات غريبة بتحصل. يعني انا دلوقتي الاكثر تتويجا في اي حته في العالم، وكنت بتكلم في النقطه دي والناس كانت بتشتمني على فكره نادي القرن، كنت في ذاك الوقت لاعب في نادي الزمالك، كنا الاكثر تتويجا في البطولات، كنا واخدين 10 بطولات مقابل 8 بطولات للنادي الاهلي، كنا الاكثر تتويجا
في البطولات 9 سوري مقابل 7، يعني فرق بطولتين. كنا الأكثر تتويجا من حيث البطولات الأفريقية للأندية أبطال الدوري، تم احتساب أبطال الدوري زي أبطال الكاس نفس النقاط. ثم كان الزمالك حاصل على 2 دور أبطال أفرو أسيوي وواحدة للأهلي أفرو أسيوي، فلم يتم احتساب نقاط الأفرو أسيوي. فسئل الاتحاد الأفريقي في ذاك الوقت ليه، قال لك دي بطولة ودية وغير مدرجة من ضمن بطولات القارة الأفريقية. فقيل في ذاك الوقت إزاي يكون بطل أفريقيا بيلعب مع بطل آسيا، وبطل أفريقيا ياخد الكاس ويجيبه لأفريقيا والاتحاد الأفريقي لا يعترف بيه، فلم يتم احتساب أي نقاط، وقيل في ذاك الوقت أنها بطولة ودية. ثم نفاجأ أمس بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيخرج بيان ويفرز من خلاله بطولات النادي الأهلي ويضع البطولة رقم 19 البطولة الأفرو أسيوي من ضمن البطولات، يعني أنها بطولة معترف بها من قبل الكاف، وبعد ده للاتحاد الدولي عشان يؤكد على أن بطولة الأفرو أسيوي هي بطولة معترف بها. لماذا لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي عند اختياره لنادي القرن واعترف بها الآن؟ ولماذا يعترف العالم كله بأن الأكثر تتويجا في أي حتة في العالم والأكثر بطولات هو نمبر ون أو نمرة واحد، الآن يعترف بالأكثر تتويجا والآن يعترف بالأفرو أسيوي؟ وعلامة استفهام كبيرة على الاتحاد الأفريقي الذي يكيل بمئة مكيال على حسب هوى من فيه ومن يعمل فيه من الاتحاد الأفريقي. نحن نعترض على المعايير وعلى تغيير الآراء. كلمت كابتن شطة النهاردة قال لي أنا ما كنتش موجود أياميها ولم نضع نحن المعايير، ولكن ما قاله كابتن شطة معي في الراديو قال هي فعلا علامة استفهام، وأنا لا أعلم لماذا لم يحتسبها والآن اعترف بها. يعني نحن اعترفنا بها الآن ولكن من قبل لا أعلم لماذا لم يحتسبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطولة الأفرو أسيوي الذي حصل عليها الزمالك مرتين وحصل عليها النادي الأهلي في ذاك الوقت مرة واحدة. نروح للتقرير ونرجع تاني نكمل حوارنا. الأفرو أسيوية كان الزمالك واخدها مرتين والأهلي كان واخدها مرة واحدة، كان برضه مفترض إن هي كبطولة رسمية إن هي تاخد عليها نقاط، ودي كانت طبعا هتصب في مصلحة فريق الزمالك، لكن الكاف وقتها ما حسبهاش. ويمكن انا حتى كنت كتبت مقاله في التعويض على موقع في البول من حوالي 12 سنه وقلت فيها ان كان لازم الافرو اسيوي تتحسب. مسؤولي نادي الزمالك بعد كده بحثوا الموضوع ده مع مسؤول الكاف، قالوا كان الكاف ردوا عليهم قالوا لهم لا، البطوله الافرو اسيويه دي بطوله وديه، بطوله غير رسميه وغير محتسبه من قبل الاتحاد الدولي الفيفا، فبالتالي لم تحتسب نقاطها في تصنيف نادي القرن. ده اللي حصل طبعا سنه 2014 سنه، بعد مرور 14 سنه يمكن الاتحاد الافريقي وضع بنفسه دليل ادانته ان هو نزل بيان رسمي امبارح على موقعه الرسمي وقال فيه ان الاهلي اصبح اكثر نادي في العالم يتوج بالبطولات، واحتسب للنادي الاهلي 19 بطوله، وكانت المفاجاه ان هو ادرك ضمن البطولات دي بطوله كاس الافرو اسيويه، قالوا ان هي بطوله دوليه ومعتمده ومحتسبه للنادي الاهلي على عكس كلامهم اللي قالوه في سنه 2000 طبعا. وبالتالي هم كده يعني حبوا يجاملوا الاهلي مره ثانيه باعتباره اكثر نادي واخد بطولات في العالم، فجاملوه بس جت على حساب بقى المجامله الاولانيه، واتكشفت ان هي فعلا كانت مجامله فجه للنادي الاهلي. يعني زي ما بيقول كده يمكن في الممثل محمد صبحي قال لي جمله شهيره كده كوميديه بيقول لك متآمر واهبل، فهو فعلا الاتحاد الافريقي هو اثبت بالبيان اللي نزله امبارح ده ان هو متآمر واهبل. شكرا زميل النهارده كلمت الكابتن شطه على التليفون رئيس اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي وسالت سؤال. كابتن شطه، النادي الاهلي اتحسب له الافرو اسيوي كبطوله، اتحسب له الافرو اسيوي كبطوله رغم ان ما تم الاعلان عن نادي القرن واللي كان بينافس ساعتها فرقتين من مصر الاهلي والزمالك، لم يعترف من قبل الكاف الاتحاد الافريقي بقياده عيسى حياته ببطولة الأفرو أسيوية، وقيل في ذاك الوقت أنها بطولة شرفية ولن يتم احتساب أي نقاط عليها. ده الاتحاد الأفريقي. طب معايا الزميل الإعلامي خالد طلعت. ازيك يا أستاذ خالد؟ مساء الخير كابتن خالد، ازيك؟ الحمد لله تمام، أخبارك إيه؟ كله
اللي طلع مبروك على مدار جديد. ربنا يخليك. قول لي ايه، قول لي ايه القصه وبعد كده نتكلم انا وانت. اتفضل. لا القصه طبعا غريبه جدا يا كابتن خالد. يمكن الاتحاد الافريقي يمكن طلع بنفسه الدليل على مجاملته للنادي الاهلي. يمكن من 14 سنه تقريبا، من سنه 2000 تم اختيار النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي ببعض الحسابات كده المفروض. ليه؟ قال لك دي بطوله وديه وغير مدرجه من ضمن بطولات القارة الأفريقية، فقيل في ذاك الوقت إزاي يكون بطل أفريقيا بيلعب مع بطل آسيا وبطل أفريقيا ياخد الكاس ويجيبه لأفريقيا والاتحاد الأفريقي لا يعترف به، فلم يتم احتساب أي نقاط، وقيل في ذاك الوقت أنها بطولة ودية. ثم نفاجأ أمس بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيخرج بيان ويفرز من خلاله بطولات النادي الأهلي ويضع البطولة رقم 19 البطولة الأفرو أسيوي من ضمن البطولات، يعني انها بطولة معترف بها من قبل الكاف، وبعد ده للاتحاد الدولي عشان يؤكد على ان بطولة الافرو اسيوي هي بطولة معترف بها. لماذا لم يعترف بها الاتحاد الافريقي عند اختياره لنادي القرن واعترف بها الان؟ ولماذا يعترف العالم كله بان الاكثر تتويجا في اي حتة في العالم والاكثر بطولات هو نمبر 1 أو نمرة 1، الآن يعترف بالأكثر تتويجا والآن يعترف بالأفرو أسيوي، وعلامة استفهام كبيرة على الاتحاد الأفريقي الذي يكيل بمئة مكيال بركة عشان يطلعوا النادي الأهلي هو نادي القرن. يعني لو اتحسبت بالبطولات كان مفترض أن الزمالك هو اللي يكون نادي القرن. لو اتحسبت ساعتها نادي القرن بالأكثر تتويجا كان يبقى بالزبط. الزمالك ولا الزمالك هو نادي القرن الافريقي بالظبط. النقطه الثانيه المهمه، حتى الحسابات اللي حسبوها كانت حسابات غريبه وغير منطقيه، ابرزها ان هم ساووا نقاط ما بين بطوله دوري ابطال افريقيا مع بطوله ابطال الكؤوس. يعني ثلاث نقاط هنا وثلاث نقاط، الاثنين زي يعني بطل الكاس زي بطل الدوري، مش مفرقين مين الافضل، يعني اربعه هنا واربعه هنا تقريبا. رغم ان طبعا بطوله ابطال الدوري اقوى بكثير وبيشارك فيها الفرق اللي هي بتكون بطله في بلادها بطله الدوري كفرق قويه. ابطال الكؤوس طبعا انت عارف بيبقى في وقت فيها مفاجات، يعني مره المقاولين كان درجه ثانيه وفاز بكاس مصر، فبالتالي بيبقى فرق اقل فنيا. رغم كده ساووا ما بين البطولتين. لا هو كمان الدليل على ده ان الاتحاد الافريقي كان بيلعب كاس السوبر على ارض بطل الدوري، فده اعتراف بان بطوله الدوري هي الاقوى. الدليل الاكبر ان بطل دوري ابطال افريقيا هو اللي بيلعب في كاس العالم للانديه، مش بطل الكلاسيكوس ولا الكونفدراليه. فهو بالتالي هو فعلا بيكون بطل القاره، هو بطل بطوله دوري الابطال، فكان مفترض ان هي تاخد وات ايفر. لكن ايه اللي حصل دلوقتي بقى اللي انا بتكلم فيه الافرو اسيوي؟ النقطه بالظبط هي نقطه مهمه برضه، ان اكمل لك في سنه 2000 برضه في اختيار نادي القرن لم يتم اكتساب البطوله اللي طلعت. هنا يا جماعه عايزين الناس اللي بتتفرجنا، مش ضد ان النادي الاهلي يكون اكثر تتويجا، ده شرف لينا كلنا كمصريين وشرف لكل المصريين ان يكون نادي مصري في قيمه النادي الاهلي يكون الاكثر تتويجا في العالم ويحط الشعار ده على التيشيرت بتاعته. ولكن هنا السؤال لمعايير الكاف الغريبه جدا، يعني معايير الكاف بقت غريبه على حسب الهوى، على حسب دماغ مصطفى مراد فهمي، على حسب دماغ عيسى حياته، على حسب دماغ العاملين في الاتحاد الافريقي، حاجات غريبه بتحصل. يعني انا دلوقتي الاكثر تتويجا في اي حته في العالم، وكنت بتكلم في النقطه دي والناس كانت بتشتمني على فكره نادي القرن، كنت في ذاك الوقت لاعب في نادي الزمالك، كنا الاكثر تتويجا في البطولات، كنا واخدين 10 بطولات مقابل 8 بطولات للنادي الاهلي، كنا الاكثر تتويجا في البطولات 9 سوري مقابل 7، يعني فرق بطولتين، كنا الاكثر تتويجا من حيث البطولات الافريقيه للانديه ابطال الدوري، تم احتساب ابطال الدوري زي ابطال الكاس نفس النقاط. ثم كان الزمالك حاصل على 2 دور ابطال افرو اسيوي وواحده للاهلي افرو اسيوي، فلم يتم احتساب نقاط الافرو اسيوي، فسئل الاتحاد الافريقي في ذاك الوقت